هل بتتع... بتتعامل ازاي بقى لما تلاقي فيه والحقيقه انا ضد الاجتزاء وضد البلاغات من هذا النوع لانه حتى في افلام ال... ال... ال 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 الكفار وفي افلام ظهور الاسلام يعني اقتلوا محمدا يعني تقال فيش حد بيقول انه انه هذه ما هو يعني الكفار كانوا يريدون ان يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم <applause> بس هنا خدوا ده ورفعوا قضايا وقالوا اشرف عبد الباقي ازدراء اديان وهيدخلوك بقى في قضايا من هذا النوع انت عايز اقول ايه <تصفيق> <تصفيق> لا هو مبدئيا بس انا عايز اوضح جزئيه يمكن من فتره وقت ما كان الموضوع ده مصار كلمني فريق الإعداد من عند حضرتك قالوا آه. لي تعمل مداخله عشان استاذ وائل هيتكلم في الموضوع ده م. قلت لهم انتوا عايزين تعملوا موضوع على حاجه زي كده يعني انتوا بتدوروا تعملوا موضوع ويبقى فيه الراي والرأي الآخر ويتفتح موضوع هل ده موضوع ينفع نتكلم فيه فقالوا لي فعلا عندك حق فأنا فوجئت دلوقتي إنهم ما نسيوش وجابوا <تصفيق> الموضوع <applause> وجابوا <applause> الموضوع وقدموه <applause> عموما هي دي كانت قضية <applause> ما تخدش الأسئلة دايما يا أشرف على إنها ما هو احنا في حياتنا هو ممكن فريق الاعداد يتغير مفيش مشكله لا 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 أصدق. انا مم. انا اللي بادير كل شيء يعني ما بسيبش نفسي يعني, كده. يعني عموما آه يعني اول حاجه اقدر اقولها آه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله آه لا أول لا حاجه تاني آه حاجه يعني بقولها تاني حاجه مطلوب بقولها مطلوب منك انك تثبت اسلامك من انت مم. وهل في قضيه هل فريق الاعداد مع حضرتك سال ان في قضيه ولا ما فيش قضيه تصدق مفيش قضيه. عارف المسرحيه دي سنه كام حضرتك؟ اه 2013 عارف دي للمره الكام بيتعمل الموضوع ده لاجتزاء بياخدوا جزء صغير عارف لو كملوا بس 10 ثواني كمان هتبان الرؤيه بس هم ما كملوش 10 ثواني زي دي زي اللي احنا شفناه ده مش مم. متكمل فيه 10 ثواني اللي بيحصل ايه؟ المسرحيه اسمها كواليس مم. انا والممثلين مش عارفين نعمل ايه تيجوا نعمل جزء من فيلم فجر الاسلام تعالوا نعمل الجزء ده كان في يمكن ده يمكن من ايام الجامعه لما كنا نيجي نعمل حاجه زي كده فبنعمل حتى هتلاقي محمد سعد هتلاقي الاستاذ عادل امام هتلاقي مش عاد. كله راح للمنطقه دي اللي هي اللغه العربيه فنقدر نطلع منها ضحك مع الحرص على ديني مع الحرص ان ما اقدمش حاجه يبقى فيها خطا احاسب عليه من ربنا مش من اشخاص م. لما نيجي نقول ايه طب هنعمل المسرحيه دي فلنقتل محمد كان في الاستاذ احمد بدير كان بيعمل مره مسلسل اوكي يمكن احنا واخدين الحكايه دي من الحكايه دي نفسها واخدين الإفيدة ده من الحكايه دي فكانوا عاملين كفار وبتاع فبيقولوا فلنقتل محمد فسامعين صوت من وراه عليه الصلاه والسلام اللي هم الكفار اللي واقفين وراه فيعيدوا يا جماعه احنا مفروض الكفار فلنقتل محمد عليه الصلاه والسلام لغايه اما لقوا اللي بيقول ده ودوه مع فريق المسلمين وخلوا فريق اللي هم الكفار لوحده يعني. ففكره ده اللي احنا عاملينه فلنقتل محمد عليه الصلاه والسلام لو خدنا ال10 ثواني اللي بعديها بقول لهم ثانيه واحده يا جماعه احنا مفروض كفار مفروض ان احنا ما نقولش عليه الصلاه والسلام فبيقولوا يعني نكفر عشان نعمل مسرحيه زي كده اقول لهم فعلا يبقى بلاش تعالوا نعمل مسرحيه ثانيه. م. تعالوا نعمل مسرحيه ثالثه ماشي اللي هي آه، مسرحيه اسمها كواليس اللي هي من الموسم الاول لما كنا تياترو ده سنه 2013 آه. تحديدا ف2013 اصير الموضوع 14 اصير الموضوع 15 اصير الموضوع لغايه 17 الموضوع بيصير مره ليه فضى طب انا انا ما قصرتوش أنا ما في 13 على فكره آه. 14 ما عشان ما كانش واصل لك هو واصل لك 16 <applause> طب ايه إي بتاخدها ليه بحساسيه؟ ما يعني هنا يا جماعه لا انا حساسيه للموقف مع البرنامج فقط لا مش حساسيه ما... الموضوع نفسه لان لما <applause> بقول لحضرتك الاعداد كلمني وقت ما الموضوع ده اثير الخامسه لا بس انت خدتها برضه بحساسيه مع محمد شبانه مثلا ابن عبد آه في في موضوع ابن حافظ وقلتوا انتوا عايزين تعملوا موضوع تاني وقلتوا ايه اكيد انتوا اللي سمعتوا محمد شبانه في الحلقه والله محمد شبانه اللي كلمني وقال لي عاجبك اهانه عبد الحليم حافظ وكلمته على فكرة. ادخل يا محمد آه. وطلبتك على التليفون يعني هنا القضيه بس يا استاذ اشرف مش, مش يعني ما هي, ما هي قضايا بالفعل يعني ما هي قضايا ازدراء الاديان تلاحق الجميع ويمكن ان تلاحقني فيها ممكن حد يشوف اللي انا عرضته ده ويقول لك ايه ده عرضه على الشاشه قضيه ازدراء اديان يعني لكن هذا ده وما فيش فيه إساءة وبالتالي يمكن أنك توضح ده بشكل ووضحته بالفعل <applause> مع أن ما كنتش محتاج أن أوضحه ما كنتش محتاج لا ما كنتش بتوضحه لا في مواضيع في مواضيع البعد عنها والبعد عن الرد على هذه المواضيع بيقلل حجمها احنا بنكبر حجمها او بنديها حجم زياده عن حجمها الحقيقي لما بنناقشها لا بالعكس بقى انا عايز اقول لك على حاجه بلاقي في ناس كتير بتبعت ايه ده إيه الحق شفت اشرف عبد الباقي عامل ايه شايف هل ده مقبول فاقول له ده طبيعي جدا الحوار بين الكفار والمسلمين في فيلم هيبقى بهذا الشكل يعني. لا بالعكس هتتكلم هتنزع فتيل اي انفجار هي وجهات نظر طبعا حالك. يا استاذ وائل هي, هي, هي وجهات نظر يعني. حضرتك دي وجهه نظرك انا وجهه نظري مختلفه عن وجهه نظر حضرتك بس لا لك يعني. والدليل على هذا اني آه. ما بردش يمكن انا مجبر اني ارد مع حضرتك لان اتحطيت في الموقف لكن آه. انا ما قبل لقائي مع حضرتك انا ما كنتش ما كنتش بترد ما كنتش تمام. بتعلق علشان كده طيب فأنا وجودي مع حضرتك أجبرني <applause> على الرب وبشكر الإعداد اللي خلاني أعمل حاجة أنا مش عايزها تاني بس أنا تاني. عايز أقول لك إنه في كل الأحوال دايماً حتى يعني لا ننتقل أسئلة إحنا عايزينها أو مش عايزينها يعني بعض القضايا طالما بتشتغل في العمل العام أكيد بتواجه أسئلة أحياناً أنت ب... مش عايزها بواجه يعني. وجهات نظر وليست م. قضايا في فرق بين وجهات النظر والقضايا أنا غير متهم في قضية ولكن انا في وجهات نظر بقول وجهه نظري فيها زي ما قلنا وجهات نظر الاساتذه اللي طلعوا بيقولوا ده مسرح او مش مسرح قلت لك انا بحترم وجهات النظر اه لكن طيب. انا مش في قضايا طيب اطلع انت بقى فاصل عشان تبين للمشاهد انك مش زعلان لا لا ازعل من ايه بالعكس <applause> نرجع لفاصل نروح لفاصل ونرجع نشوف ايه المشكله الجديده اللي مقدمها الاستاذ وائل عشان نعمل اتفضل <applause>